في إطار مقاربة تشاركية تبناها المغرب تتمثل في إيلاء مزيد من الاهتمام اللازم للأقاليم الجنوبية المغربية، يكفل تنمية متوازنة تمنح ديمقراطية مجالية على المستوى الوطني، تم بالدار البيضاء خلال ندوة وطنية حول موضوع الدينامية المجالية والرهانات المستقبلية من خلال النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية. تم تسليط الضوء على مختلف الأوراش التنموية التي انخرط فيها المغرب بأقاليمه الجنوبية. هذا كذلك جواب على سؤال بأن المغرب في أقاليم الجنوبية يهتم بالإنسان ويهتم بالمجال ويهتم بالتنمية، وأنه هذه الجهة العزيزة فإنها تنال كباقي الجهات الاهتمام الكبير على المستوى الحكومي ثم على المستوى الرسمي وبرعاية كريمة من جلالة الملك. نريد أن نبين على أن المناطق في حد ذاتها هي مناطق تكاملية، وبأن أي تقسيم لا يمكن أن يتم، وبمعنى آخر على أن البحث العلمي لا يرى حدودا لما هو مسترجع في 75 ولا ما قبل 75، وعلى أن المشاكل التنموية هي مشاكل وطنية من المغرب من الجنوب إلى الشمال. وتهدف هذه الندوة إلى فتح النقاش بين مختلف الباحثين المهتمين بالدينامية المجالية التي يشهدها المجال الصحراوي وشبه الصحراوي المغربي، وإبراز الدور الفعال للباحث الجغرافي في الشأن التنموي المغربي من خلال المساهمة في تعزيز القدرات في مجال التغيرات البيئية والموارد الطبيعية والتنمية المستدامة والتراث الثقافي. هي فرصة لإبراز الدور المهم للباحث الجغرافي من خلال الدراسات الجيوستراتيجية التي يوليها بالمجالات، خصوصا المجالات الجنوبية المغربية، كما هي فرصة أيضا لتسليط الضوء على مختلف الأوراش التنموية الكبرى التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وتناول المشاركون في هذه الندوة أيضا العديد من المحاور، منها التراث الطبيعي بالمجال الصحراوي وشبه الصحراوي المغربي، ظروف التشكل ورهانات التثمين، والطاقة المتجددة بالمجال الصحراوي المغربي، السياق والرهانات، ومواضيع أخرى في نفس السياق.